بحري تحت سيطرة فرسان سلاح الإشارة، والسوق يعمل والمواطنين يعيشون في أمن كامل. سلاح الإشارة بحري، كل الأمور تحت السيطرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قدام بس قدام بس قدام جوا جوا. خلاص النهاية قربت، الحمد لله النهاية قربت. عواصم بس يا جماعة، هاي قربت بحر والله ما في اي حاجه. كلام اللي انتم سمعتوه في التلفزيون ده كله كذب، كله كذب. تعالوا اطلعوا ارض الواقع بيشوفوا براكم. يمكن قربت ان شاء الله ان السوق شغال، الناس بتشرب من جبنه وقاعدين وما في اي حاجه. سلاح الاشاره فارس سيطرته تماما على مدينه بحر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.